السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ترحب عالمي طلبة علم النفس الإسلامي بدو فيها الكرام في هذا اللقاء العلمي الجديد الذي يدور حول موضوع من مواضيع التأصيل الإسلامي لعلم النفس، وهو تكملة لسلسلة بدأناها من قبل مع الدكتور صالح الصنيع حول موضوع المصطلحات، ويكتسي تحديد المصطلحات ومفاهيم المصطلحات في أي مجال علمي بحثي أهمية بالغة، سواء لجهة التعريف بالمصطلحات تعريفا دقيقا للمدلول حتى يرتبط به ارتباطا وثيقا من جهة، أو من جهة أخرى التوافق على استعمال نفس المصطلحات وتعميمها بين المختصين حتى يسهل التواصل بينهم ويحدث التراكم المعرفي الأساسي لتقدم العلم. وبما أن التأصيل الإسلامي هو الأساس النظري والمنهجي في نفس الوقت لعلم النفس الإسلامي، لأنه كل مهتم بعلم النفس الإسلامي يجب عليه أن يلم أساسياته، ومن هذه الأساسيات هي المصطلحات. فلهذا جاءت هذا اللقاء جاء هذا اللقاء العلمي ليلقي الضوء على هذا الموضوع. مصطلحات التأصيل ومبرراتها هو عنوان لقاءنا اليوم مع الدكتور صالح الصنيع، أستاذ علم النفس في جامعة الإمام سابقا للمملكة العربية السعودية، وله جهود معتبرة وعد مختصين في العالم العربي في التأصيل الإسلامي وفي علم النفس، كما ذكر اسمه في إحدى الكتاب الذي سيصدر قريبا إن شاء الله باللغة الإنجليزية، أسس علم النفس الإسلامي، الذي ألفه الدكتور حسين رسول ومغيرة لقمان، الذي نعتبره الدكتور صالح الصنيع أحد أعلام علم النفس الإسلامي المعاصرين. مرحبا بكم دكتور، مبارك لكم هذا الشريف. حياكم الله أخي الغالي الدكتور الزبير، وحقيقة في البداية أشكرك وأشكر الأخوة القائمين على مجموعة طلبة التأصيل الإسلامي لعلم النفس، كما أثني بالشكر على كل من تيسر حضوره من الإخوة والأخوات الزملاء المهتمين بموضوع التأصيل. حقيقة لماذا اخترنا هذا الموضوع وهو التأصيل، مصطلحات التأصيل؟ الحقيقة أنه أي علم من العلوم لا يمكن أنه يعني ينمو ويظهر ويكون له مكانه ما لم يكن هناك اتفاق على مصطلح، على المصطلحات هي الأساس. ولذلك نجد أي رسالة علمية، ماجستير أو دكتوراه، أحد الفقرات الرئيسية فيها هي قضية تحديد المصطلحات. ومن هنا عندما يمضي الباحث أو الباحثة في بحثه يحاكم إلى المصطلح الذي تبناه، وبناء عليه يكون الحكم على ما وصل إليه. ولذلك نحن في التأصيل الإسلامي لعلم النفس مررنا بمراحل متعددة في قضية التعامل مع المصطلحات، ولذلك سنلاحظ في عرضنا القادم التطور التاريخي لهذه المصطلحات وكيف كان مفهومها في البداية لم يكن بذلك النضج، وكيف تطور مع السنوات وتعدد الأسماء والمصطلحات لأجل الغرض الوصول لما يمكن أن يحقق الهدف، وهو عرض وجهة النظر الإسلامية في علم النفس والعلاج النفسي. فإذا هنا لابد أنه إذا أردنا أن يكون هناك حلول نقدمها من منظور تأصيلي أن ننطلق من مصطلحات واضحة تحقق الهدف من وجود هذا العلم في الساحة. طبعاً الباحثون في المصطلح كان كما قلت الهدف واضح، أنهم يحاولون أن يقدموا التصور الإسلامي في علم النفس، ومن هنا ظهرت مجموعة من المصطلحات نمر عليها. أول مصطلح ظهر هو علم النفس الإسلامي، ثم ظهر أسلمت علم النفس أو أسلمت العلوم، ثم توجيه الإسلامي لعلم النفس أو توجيه العلوم، ثم مصطلح كان حقيقة ليس منتشر هو التفسير الإسلامي للسلوك، وأخيراً وهو التأصيل الإسلامي للعلوم والتأصيل الإسلامي لعلم النفس. فسنرى كيف بدأت هذه المصطلحات وكيف كان تعريف من قدموها
وهل هالتعريفات اللي قدموها مناسبة لتحقيق الهدف أو لا. نبدأ بالمصطلح الأول وهو الأقدم تاريخياً وهو علم النفس الإسلامي. طبعاً هذا المصطلح ظهر عام 1962 ميلادي، يعني الآن عمره قرابة 60 سنة، في كتاب الدراسات النفسية عند علماء المسلمين والغزالي بوجه الخاص. هي رسالة ماجستير للأستاذ عبد الكريم العثمان، أشرف عليه الدكتور أحمد فؤاد الأخواني، ولما أراد أن يطبع الكتاب الرسالة في كتاب اللي هو عبد الكريم العثمان، طلب من المشرف وهو أحمد الأهواني أن يكتب له مقدمة، فبالفعل كتب له مقدمة وطرح في هذه المقدمة علم هذا الاسم أو المصطلح علم النفس الإسلامي. الدكتور كمال إبراهيم مرسي وهو من أعلام التأصيل المغمورين حقيقة، عنده كتاب في عام 1411 تناول هذا المصطلح علم النفس الإسلامي، وأن هناك أكثر من فريق استخدم نفس المصطلح. طبعاً الأول كما قلت قبل قليل هو الدكتور أحمد فؤاد الأهواني. فؤاد الأهواني قال بأن علم النفس الإسلامي هو بما يقابل علم النفس الديني. تعرفون في المجتمعات الغربية عندهم علم النفس الديني، فهناك علم نفس ديني مسيحي، علم نفس ديني نصراني، وهكذا حسب الديانة، علم نفس بوذي وهكذا. فقال أحمد فؤاد الأهواني عن هذا: ما دمنا أفسحنا المجال للدراسة الظواهر الدينية نفسيا، فلا غرابة أن نقول بوجود علم نفس إسلامي كما يوجد علم نفس بوذي ونصراني لاختلاف خصائص كل دين من هذه الأديان. إذن أحمد فؤاد الأهواني يطرح علم النفس الإسلامي على أنه فرع يختص بالجانب الديني فقط كما هو بالنسبة للديانات الأخرى. طبعاً هذا الطرح أو هذا المفهوم بنجعله فرع جانبي يهتم بالدراسة في الجانب الديني دون بقية الجوانب اللي هي الجانب العلاجي، الجانب التربوي، هذه لا تدخل. هذا الطرح لم يجد قبول من الباحثين. لماذا؟ لأنه إن كان مناسب لعلم النفس النصراني، لأن الجانبي أو غيرها أو علم النفس اليهودي، فإنه لا يصلح في الإسلام. لماذا؟ لأن دين الإسلام دين شامل، دين يعني يدخل في تحت مظلته كل شيء في حياة الإنسان. فلذلك يعني جاء من الباحثين من لم يقبل هذا التعريف لمصطلح علم النفس الإسلامي. طبعا كما قلت هذه الشمولية جعلت طرح أحمد فؤاد الأهواني يخف أو لا يجد ذلك قبول. جاء فريق ثاني بعد أحمد فؤاد الأهواني يقدم علم النفس الإسلامي على أنه بديل لعلم النفس الغربي، بمعنى يعني نترك علم النفس الغربي وناخذ علم النفس. طيب ما هو هذا علم النفس الإسلامي البديل لعلم النفس الغربي؟ قالوا أنه يعتمد على دراسة الإنسان وما ورد في القرآن الكريم والسنة النبوية وما قدمه علماء المسلمين من اجتهادات لشرح الآيات والأحاديث والاستنباط منها. طبعا من دعا لهذا التعريف الثاني لعلم النفس الإسلامي اللي هو محمد رشاد خليل في كتاب له، عرف قال أن علم النفس من أوسع علوم الإسلام، احتل مساحة كبيرة في الكتاب والسنة وأولاه الفقهاء عناية شديدة، هو ركن أساسي من مباحث أصل الدين والاعتقاد، وقد ضمنه الفقهاء كتب التفسير وشروح الحديث وعلوم وكتب الفقه والتراجم ويعني غيرها وكتب الموسوعات من القرآن والسنة. طبعا هذا الفريق الثاني نرى أن طرحه أفضل قليلا من الطرح الأول اللي هو طرح الفريق الأول اللي يرى أنه علم النفس الإسلامي هو جزء يتعلق بالجانب الديني ولا يتناول أي جوانب أخرى.
هذا أفضل لأنه في عمومية وفي شمول، لأنه أدخل كل شيء في سلوك الإنسان يمكن أن يدرس عن طريق الإسلام ولا يمنع منه. لكنه يعني هذا الفريق نظرا لأنه عزل نفسه عن ما هو مفيد في علم النفس الغربي، جعله كذلك لا ينتشر، ومهد لرأي فريق ثالث وهو الفريق الذي تجنب المزالق التي وقع فيها الفريق الأول والثاني، وحاولوا الاستفادة من كل ما هو متاح ويخدم الهدف، وهو الهدف اللي قلنا هو أن نقدم علم النفس وتطبيقاته من خلال تصور إسلامي. فهؤلاء الفريق الثالث قالوا أن علم النفس الإسلامي هو العلم الذي يبحث في طبيعة الإنسان وغايته وأهدافه وعلاقته بربه وبالناس وبالكون، هذه الركائز المهمة. ثم في النفس ماهيتها، أحوالها، مكوناتها، عوامل صلاحها وفسادها، وعوامل سواء وانحرافها، وأساليب تزكيتها ووقايتها وعلاجها. إذن في جانب نظري وفي جانب تطبيقي، وما يسعدها ويشقيها، إذن في جانب دنيوي وفي جانب أخرى. ويبحث أيضا في علاقة النفس بالجسم والروح والقلب والفؤاد والتكامل بينهما أو بين هذه الأجزاء، جسم، روح، قلب، فؤاد، أربعة أشياء. وفي سلوك الإنسان ودوافعه وأهدافه وقيمه، عاداته، اتجاهاته، وأفكاره ووساوسه، وعلاقة كل هذا بسعيه في الحياة، حياة الدنيا، وإيمانه بالله وتوافقه النفسي والاجتماعي في الدنيا، ثم مصيره في الآخرة. من الرواد لطرح هذا الفريق الثالث هو الدكتور فؤاد أبو حطب رحمه الله، هذا من رواد هذا الطرح، وقدمه في دراسة له قدمت في ندوة علم النفس الإسلامي بالقاهرة عام 1989. كان عنوان الورقة التي قدمها الله يرحمه نحو وجهة إسلامية لعلم النفس. هذا الفريق الثالث، عندنا ثلاث فرق. الفريق الأول أحمد فؤاد الأهوالي، وقال بأنه يكون فرع في علم النفس يهتم بالجانب الديني. الفريق الثاني هو الذي رأى أنه يكون بديل عن علم النفس الغربي ونعتمد على الكتاب والسنة وما كتبه علماء المسلمين. هذا الفريق الثالث تجنب المزالق وقدم رؤية أكثر شمولية من ما قدمه السابق. هذا ما يتعلق بالمصطلح الأول. ثم أتى المصطلح الثاني وهو ما أسلمت علم النفس أو أسلمت المعرفة، وهذا الأصل المصطلح الذي طرحه الدكتور إسماعيل الفاروقي رحمه الله. دكتور إسماعيل الفاروقي رائد من رواد التأصيل، وأسلمت كل العلوم الاجتماعية، بل أسلمت المعرفة كلها، وله كتاب مطبوع في هذا الجانب، طبعه طبعا مكتب العالمي للفكر الإسلامي في أمريكا. فالدكتور إسماعيل الفاروقي قدم في الندوة اللي عقدها المعهد العالمي للفكر الإسلامي في إسلام أباد في باكستان عام 1402 مقابل 1982 ميلادي، وقال عرف الأسلمة، قال هي إعادة صياغة المعرفة. إعادة صياغة المعرفة على أي أسس؟ قال على أساس علاقة الإسلام بها. ويعرف الأسلمة بأنه إعادة تعريف المعلومات وتنسيقها، وإعادة التفكير في المقدمات والنتائج المتحصلة منها، وأن يقوم من جديد من تهي إليه من استنتاجات، وأن يعاد تحديد الأهداف، على أن يتم كل ذلك بحيث يجعل تلك العلوم تثري التصور الإسلامي وتقدم قضية الإسلام. من هذا الطرح العام اشتق منه أسلمت علم النفس كفرع من فروع المعرفة، وهذا طبعا في الثمانينات لقى انتشار كبير جدا، إلى بداية التسعينات انتشر هذا المصطلح في العالم الإسلامي وفي غير العالم الإسلامي حتى في المجتمع لدى المسلمين في الغرب.
طبعاً إسماعيل الفاروقي وضع خطوات تطبيقية لتطبيق الأسلم، فقال إنه تحقيق الهدف لابد أن تحل التصورات المنهجية الإسلامية في 8 موضوعات. ما هي الموضوعات التي يجب أن تحل فيها التصورات المنهجية الإسلامية محل التصورات الغربية؟ اللي هي وحدة الحقيقة 1، وحدة المعرفة 2، وحدة الإنسانية 3، وحدة الحياة 4، الطبيعة الغائية للخلق، أن الخلق مخلوق لغاية، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ثم 6، تسخير الكون للإنسان. 7، عبودية الإنسان. وهذه يجب أن تحل محل التصورات الغربية. ثم قضية القيم الإسلامية كمكون ثاني. فإذا هنا نرى يعني الفاروقي يريد أن يعيد ما هو موجود الآن في العلوم الاجتماعية وفي غيرها، أن يعاد بناءها بناء على هذه التصورات. مثلا وحدة الحقيقة، الحقيقة في المجتمع الغربي تعتمد على الجانب العقلي وعلى الحواس، ما نصل عليه عن طريق الحواس أو الجانب العقلي، هذا هو المعرفة. هو أضاف شيء آخر وهو الوحي. فإذا الحقيقة هنا متكاملة في وحدة المعرفة. وحدة الإنسانية أن الناس كلهم يرجعون لآدم ولا فرق بينهم، بين أبيض وأسود وأحمر ومهما كان. وحدة الحياة أن ليست الحياة الدنيا فقط، بل لدينا حياة دنيا وحياة آخرة يجب أن يكون هناك تكامل. الطبيعة الغائية للخلق، أنه كل المخلوقات مخلوقة لغاية ولهدف، ومنهم الإنسان. الإنسان مخلوق لغاية أساسية هي عبادة الله، ثم عمارة الكون. كذلك تسخير الكون للإنسان، هذا مهم جدا، أن الله سبحانه وتعالى خلق كل هذا الكون مسخر للإنسان. ثم كذلك عبودية الإنسان، أن الإنسان عبد، وهذا المصطلح الذي يعني لا يفهمه الغربيون أبدا. هم يتوقعون العبودية أن الإنسان ينطلق في حريته، ما في شيء يقيد، بينما العبودية في المفهوم الإسلامي هي العبودية لله وحده. أما ما عداها فليس هناك عبودية لمخلوق ولا لنظام ولا لأي شيء، العبودية تكون لله وحده. ثم الإنسان حر فيما دون ذلك. ولذلك لما تحدث الفاروقي عن قضايا القيم، قال بأنه يجب أن نفهم أن تحقيق السعادة للإنسان وتفتح الملكات للإنسان عندما ينظر في المخلوقات، يجب أن تجسد السنن الإلهية التي وضعها الله سبحانه وتعالى في الكون، ونبني الثقافة والحضارة بناء على ذلك، بناء على فهمنا للعبودية، فهمنا للسنن الكونية التي وضعها الله سبحانه وتعالى في هذا الكون، وإقامة معالم إنسانية بارزة في المعرفة والحكمة والبطولة والفضيلة والتقوى والورع. هذه الأشياء يجب أن تحل محل القيم الغربية التي تقوم على الفردية وعلى الصراع على ما هو موجود في الكون، وعلى تفرد بعض الأجناس على بعض، وبعض الأعراق على بعض، وبعض الدول على بعض. كل هذه يجب أن يحل محلها التصور الإسلامي. هنا المعهد العالمي للفكري الإسلامي تبنى مصطلح الأسلمة، وقام بمجموعة من الندوات والمؤتمرات لأسلمة مختلف علوم المعرفة، ومنها العلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية. قدم المعهد خطة تشمل على أوليات عمل الأمة في إنجاز خطة إسلامية المعرفة. كيف؟ قال بأن هناك مرحلتين أساسيتين. المرحلة الأولى تتضمن إتقان العلوم الحديثة، بمعنى كل علم، علم النفس، علم الاجتماع، علم الإدارة، علم الاقتصاد، علم، يجب أن الدارسين المسلمين يحيطون بهذا العلم في قضاياه ومناهجه. أنا علم نفس
يجب أن أعرف ما هي مدارس علم النفس، ما هي مناهج علم النفس، ما هي أحدث التطورات في هذا العلم. هذه هي الخطوة الأولى في المرحلة الأولى. طيب ما هي الخطوة الثانية؟ طبعا هنا قالوا يجب أنه عندما نطلع على هذه العلوم، علم النفس مثلا، يجب أن نفهم تطوره التاريخي ونفهم الظروف اللي نشأ فيها علم النفس، وكيف النقد التحليلي للمدارس التي ظهرت وفق التصور الإسلامي. يعني ما نكون إمعات، يجب أن نعرف المدارس كيف ظهرت. مثلا مدرسة التحليل النفسي، ما هي ظروفها، ما هي الفترة التاريخية اللي ظهرت فيها، كيف كانت الطروحات اللي قدمها روادها ومنهم فرويد، وكيف أنه طرح جوانب نظرية ما كان عنده يعني جوانب تطبيقية تؤيد الطرح النظري اللي قدمه، ولذلك كثير من طروحاته أصبح التاريخ ما عدا ما يتعلق مثلا بجانب اللاشعور أو غيره اللي طورها من سمه بمدرسة التحليل النفسي الحديثة. فكل المدارس يجب أن تخضع لهذا الجانب النقدي، بحيث أننا نأخذ ونفهم كيف نشأت هذه المدارس، وما هو الجوانب الإيجابية التي يمكن أن نستفيد منها في عملية الأسلم. النقطة الثانية في المرحلة الأولى، التمكن من التراث الإسلامي. لا بد للدارس من أن يتمكن من أصول الإسلام الأساسية، طبعا أساسها القرآن والسنة. كذلك كيف يفهم القرآن والسنة؟ يعني عندما تجيب آية قرآنية كيف تفهمها؟ يجب أن تفهمها من خلال دلالتها، من خلال كلام المفسرين لها، سواء المفسرين القدامى أو المفسرين المحدثين. تعلمون أنه يعني التفسير بدأ من القرن الثاني تقريبا، إلى اليوم في كتب تفسير تطلع حديثة. فإذا يجب أن تستفيد من كلام المفسرين وارتباطه بالجانب اللغوي. يعني ما تجيب معنى لآية ليس فيها دلالة قالها تدل عليها في اللغة العربية أو قالها هؤلاء العلماء المختصون في تفسير. وكذلك السنة، ما هي الأحاديث، كيف نفهمها، كيف نفهم نصوص الأحاديث، درجات الأحاديث الصحيح والحسن والضعيف، ما الذي يجب أن نستفيد منه، يجب أن نستبعده. ولذلك من العلماء من يرى في الحديث أن نقتصر على الصحيح والحسن، أما الضعيف وغيرها من الدرجات طبعا المرحلة الثانية اللي هي تتضمن نفس الشيء خطوتين. الخطوة الأولى تحديد المشاكل. دكتور صالح، لا نرى الشرائح الباوربوينت على الصورة. قريب. نعم، انقطع الصوت لفترة. والله يبغانا نشوف ال المرحلة الثانية. المرحلة الثانية هي نفس الشيء خطوتين. الخطوة الأولى هي تحديد المشاكل الهامة التي يجب على المفكر المسلم حتى يمكننا الإبداع المبادرة والعطاء. بمعنى يعني أنا في علم النفس، ما هي المشكلات الموجودة الآن في علم النفس؟ يجب أن نحددها، نضع قائمة بها. مثلا عندنا مشكلات في الجوانب العلاجية، كيف نعالج القلق، كيف نعالج الاكتئاب، كيف في الجوانب التربوية كيف نعالج مشكلات الطلاب في الضعف التحصيلي، وهكذا. فنضع قوائم بالمشكلات الموجودة في جانب التخصص اللي هو كما قلنا، أخذنا مثال اللي هو علم النفس. طبعا الإشكالية التي يؤكد عليها
الدكتور الفاروقي رحمه الله، يقول أنه الأمة لفترة من الزمن صار فيه غبش في الرؤية الإسلامية المعاصرة وأسس التفكير الإسلامي، في صار تدهور في المناهج. كل هذا جعل هناك يعني عدم اهتمام في نقد المجتمع أو نقد الطروحات الموجودة، وأصبح فيه نوع من الفساد وفيه ضعف في الأداء وفي الأنظمة وفي التربية والتزام الأخلاق. كل هذه الجوانب حقيقة يرى أنها يجب أن توضع كقوائم على أنها مشكلات يجب أن نجتهد في حلها. فأنا كما قلت قبل قليل، نحن أخذنا منها علم النفس، وذكرت أمثلة على بعض المشاكل في علم النفس التي نحددها بشكل قوائم. المرحلة الثانية أو النقطة الثانية في المرحلة، الخطوة الثانية في المرحلة الثانية، الإبداع والمبادرة. إذن الآن أنا في الخطوة الأولى متخصص وعارف علمي وكيف تطور بطريقة نقدية، ثم مطلع على التراث وأعرف كيف أرجع للآيات واستفيد منها، كيف أرجع للأحاديث النبوية واستفيد منها. ثم في الخطوة التي تليها حددت المشاكل، الآن جاء الحلول، جاء الإبداع، وهو أنه أبدأ أضع حلول للمشكلات التي وضعتها أو حددتها، وضعت قائمة لها من خلال المراحل السابقة. فهنا تصير اكتملت عملية الأسلمة من خلال طرح الدكتور إسماعيل الفاروق. إذن هنا كما قلنا، نستطيع من خلال المراحل، المرحلتين، وكل مرحلة فيها خطوتين، أربع مراحل، نستطيع أن نعالج مشكلات كل علم لوحده من خلال المراحل الأربع. وبعد ذلك يأتي قضية الإبداع والتقديم أشياء حديثة في كل مجال. هذا بالنسبة للمصطلح الثاني. المصطلح الثالث هو التوجيه الإسلامي لعلم النفس، وكما ترون هي الجوانب التاريخية متطورة في المصطلحات. هذا التوجيه الإسلامي لعلم النفس هو من المصطلحات التي ارتبطت في المقررات الدراسية، خصوصاً عندنا في المملكة العربية السعودية، ثم كانت في مصر. جامعة الإمام في خطتها كان موجود عندها مقرر اسمه التوجيه الإسلامي لعلم النفس، واستمر هذا حتى عام 1426-1427 عندما تغيرت الخطة. فأصبح عندنا بدال التوجيه الإسلامي في علم النفس في جامعة الإمام مقررين: المدخل إلى التأصيل الإسلامي لعلم النفس ودراسات في التأصيل. في جامعة الملك سعود كان يوجد مقرر اسمه التوجيه الإسلامي للدراسات النفسية، ثم استبدل باسم التفسير الإسلامي للسلوك. وهذا هو المصطلح الرابع اللي قلت لكم أنه ليس منتشراً بشكل كبير. طيب، من الذي طرح هذا المصطلح التوجيه الإسلامي لعلم النفس؟ من أوائل من طرح هذا المصطلح الدكتور فؤاد بن حطب رحمه الله، كان في ندوة في جامعة الملك سعود في عام 1978، وقدم ورقة أو بحث طرح من خلاله هذا المصطلح، مصطلح التوجيه. قال إن التوجيه هو إيجاد وجهة، التوجيه إيجاد وجهة علمية لهذا العلم اللي هو علم النفس في البلاد الإسلامية، مستمدة من منهج حياتها، توجه علماء النفس المسلمين في نظرتهم إلى الإنسان وفي تفسير سلوكه وفي وضع برامج تنمية صحته النفسية ووقايته من الانحراف وعلاج انحرافاته، وفي اختيار موضوعات البحوث ماجستير دكتوراه وغيرها وتفسير نتائجها، وفي إعداد المقالات وتأليف الكتب، وفي تدريس فروع علم النفس في الجامعات والمعاهد. إذن هنا الدكتور يطرح أن يجب أن نوجد وجهة جديدة لعلم النفس تتبنى هذا التصور. ما هي الأسس التي يقوم عليها التوجيه الإسلامي لعلم النفس؟ قال أنها خمسة،
أولاً كل متخصص في علم النفس مسؤول أمام الله عن الدعوة إلى منهج الله في الحياة وهو الإسلام. هذا جانب كان جديد عندما طرحه الدكتور، والبعض طبعاً لم يفهمه بطريقة صحيحة، يعني هل أنا أروح أدعو في المساجد وكذا؟ لا، أنت تدعو من خلال تخصصك كمتخصص في علم النفس، تدعو إلى الإسلام من خلال تطبيقه في مجالك، ثم مساعدة الناس على الالتزام به قولاً وعملاً ليسعدوا في الدنيا ويفوزوا في الآخرة. وعليه، أي المتخصص في علم النفس، تبني الوجهة الإسلامية لعلم النفس ورفض كل وجهة تصطدم بالإسلام. طيب، هنا قد يقول البعض، هنا الكلمة الأخيرة قد تعني رفض علم النفس الغربي. لا، سيتضح بعد قليل. أن يتبنى علماء النفس المسلمين التوجيه الإسلامي يجعل وجهتهم الإسلامية أو وجهتهم العلمية وجهة إسلامية، ويجعل علم النفس مناسباً للمجتمعات الإسلامية ومتميزاً عن علم النفس في المجتمعات غير الإسلامية. كل مجتمع مسلم مسؤول أمام الله عن تنشئة الباحثين في علم النفس على وجه الإسلامي وتشجيعهم على الانتساب إليها، يعني يجب على الجامعات وعلى المؤسسات العلمية أن تشجع الباحثين والطلاب على تبني هذا التوجه، وأن يبنوا أمجادهم العلمية، يعني بحوث، دراسات، رسائل ماجستير ودكتوراه على هذا الأساس، حتى ينصاعوا لها عن طيب خاطر ويقتنعوا بأفضليتها على غيرها من الوجهات. الرابع، التوجيه الإسلامي لعلم النفس مسؤولية علماء النفس المسلمين، يعني ليس علماء الشريعة ولا علماء النفس المسلمين الذين امتلكوا ناصية علومهم وتدربوا على مناهجه واستوعبوا نظرياته وقوانينه وأهدافه وموضوعاته وفلسفاته، فهم أهل الاختصاص والدراية القادرون على التطوير والتنقيح والإبداع فيه. الخامس والأخير، تقويم اجتهادات علماء النفس في التوجيه الإسلامي مسؤولية المتخصصين في العلوم الشرعية. إذن هنا يضع مسؤولية على المتخصصين في العلوم الشرعية أن يساهموا في عملية التوجيه الإسلامي. كيف؟ قال: فهم أهل الاختصاص والدراية على ما يطابق الشرع وما لا يطابقه من هذه الاجتهادات، فيجيز المطابق منه للشريعة الإسلامية ويعيد المخالف إلى علماء النفس المسلمين ليعدلوه وينقحوه. تذكرون كما قلت قبل قليل في قضية التفسير، أنا كباحث في علم النفس تجيني آية قرآنية أشوف تفسيرها، قد أعطيها دلالة من عندي، فإذا قبل ما أنشرها أعرضها على متخصص في علوم التفسير وأقول: يا أخي، أنا في علم النفس وخرجت بهذه الدلالة، هل هذا مناسب للمناهج الموجودة عندكم؟ هل في اعتراض عليه أو لا؟ فيفيدني، يقول: نعم، هذا مقبول أو يحتاج إلى تعديل أو كذا. فهنا أطمئن على أن المتخصص في علوم الشريعة إذن لهم دور في عملية التوجيه. فيقول: فمهمة علماء الشريعة كما يقول مالك بن نبي رحمه الله التحكم في النوعية في ضوء الأحكام الشرعية، فما وافقها من النظم مضى أو قبل، وما خالفها يعاد إلى أهل الاختصاص اللي هم نحن أهل علم النفس. ومن الخطأ وضع عبء التوجيه الإسلامي لعلم النفس أو أي علم من العلوم على عاتق علماء الشريعة، لا، ليست مهمتهم. علماء الاجتماع يقومون بعمل، علماء النفس وأهل الاقتصاد، فإذن مسؤولية علماء الشريعة أن يكونوا مساعدين يقومون، مثل ما قلت في قضية الآيات القرآن أو الحديث النبوي، أنا وجدت حديث نبوي يناسب موضوع نفسي وفهمت بدلالة معينة، إذا نعرضها على متخصص في السنة وهل الدلالة اللي قدمتها مناسبة أو لا. المصطلح الرابع وهو مصطلح التفسير الإسلامي للسلوك، وهو أقلها انتشارا وأقلها شهرة، لكن لأنه كان مقررا دراسيا
فلقي بعض الاهتمام، ولذلك يعني كان موجود في جامعة الملك سعود، جامعة العلوم والتكنولوجيا في صنعاء، وجامعة الإمارات. طبعا لا أدري في بالنسبة لجامعة العلوم في صنعاء وجامعة لا زال أم أنه غير، لكن في جامعة الملك سعود طبعا غير إلى موضوع يتعلق بقضية التوجيه. طبعا لم هذا المصطلح غير موجود في البحوث العلمية، لكن التفسير اللي ورد في قسم علم النفس في جامعة الملك سعود قالوا بأن التفسير الإسلامي للسلوك هو بيان أسس السلوك الإنساني في الإسلام مع إيضاح المنهج الإسلامي في تحقيق التوازن النفسي للفرد من خلال تحديد العوامل المحددة للسلوك الإسلامي. طبعا ما في جوانب تطبيقية له، لكن يعني حاولنا نقدم يعني تعريف للتفسير الإسلامي للسلوك على أنه بيان ما ورد في الكتاب والسنة من نصوص تتعلق بالسلوك الإنساني وكيفية معالجة مشكلاته بأساليب إسلامية. كما قلت هذا المصطلح ليس منتشر، وليس نأتي لآخر وزبدة هذه المصطلحات وهو مصطلح التأصيل الإسلامي لعلم النفس. هذا المصطلح طبعا ظهر في جامعة الإمام عندما أنشأت كلية العلوم الاجتماعية، كان الهدف هو تأصيل هذه العلوم اللي هي علم النفس، علم الاجتماع، كل العلوم الاجتماعية اللي كانت موجودة في الكلية. فكان الهدف هو أن نصل إلى تأصيل هذه العلوم. عندما أنشئت عمادة البحث العلمي عام 1405 هجري، طبعاً قامت العمادة بإعداد مذكرة حول عملية التأصيل، وكلفت الأقسام بأن تعد كل قسم علمي رأيه في عملية التأصيل وكيف يمكن يؤصل العلم. مثلاً علم النفس يقدم رؤية كيف يمكن يؤصل علم النفس، الاجتماع يقدم رؤية كيف يؤصل الاجتماع، الخدمة الاجتماعية وهكذا. ووصل للعمادة مجموعة من الاقتراحات وأوراق العمل، فعقدت ندوة داخلية داخل الجامعة عام 1407، وكان حضرها مدير الجامعة في ذلك الوقت الأستاذ دكتور عبد الله التركي الله يحفظه، وقدم فيها 17 بحث ومذكرة وورقة عمل. في البيان الختامي لهذه الندوة قالوا أن التأصيل الإسلامي للعلوم الاجتماعية يعني دعوة، أو بالأحرى عودة إلى الأصول الإسلامية الأولى باعتبارها المنبع الرئيس الذي تستمد منه العلوم أساسها ومنطلقاتها، بحيث ينقى من خلال عملية التأصيل ما علق بتلك العلوم، علم النفس علم الاجتماع، ما علق بتلك العلوم من شوائب نظرية وأفكار غربية لا تتفق ما جاء به الإسلام منهجاً وغاية ومساراً. إذن عملية تأصيل الإسلام للعلوم الاجتماعية لا تتعارض إطلاقاً مع أي تقدم علمي أو تطور منهجي في هذه العلوم، على شرط ما دام لا يخالف المنهج الإسلامي. لماذا؟ لأن الإسلام دعا إلى العلم وحث عليه. كما أن من نتائج هذه الندوة أن شكلت لجنة للتأصيل الإسلامي للعلوم الاجتماعية، واستمرت من ذلك الوقت 1407 إلى 1420، 13 سنة، وأنا تشرفت بأن عملت مع هذه في هذه اللجنة، ويعني كان لها بعض النتاج المهم، لكنها توقفت عام 1420. قالوا نريد أن نقوم عمل اللجنة ونشوف ماذا حققت، ولكن للأسف بعد ذلك لم يعاد تنشيط هذه اللجنة. طبعا الجامعة وضعت مجموعة من الأهداف للتأصيل الإسلامي للعلوم الاجتماعية، وبعد ذلك انتشرت هذه الأهداف في طول وعرض العالم الإسلامي. من الأهداف بيان ما في الشريعة الإسلامية
بعامة وما في القرآن والحديث الشريف بخاصة من مبادئ السلوك ومحركات الدافع وطبيعة الفطرة وسنن الاجتماع وقواعد العمران ومنهج التربية وأسس العلاقات الاجتماعية التي تنظم أحوال البشر وتحدد طبيعة مجتمعاتهم وتجمعاتهم ليكون ذلك معياراً ومنهاجاً لنظرة إسلامية ناقدة فاحصة يقوم على أساسها من يعهد إليه تنفيذ عملية التأصيل. كل ما يظهر على ساحة الفكر الغربي النفعي تقويماً يعتمد في أساسه ومعاييره على النظرة الإسلامية الناقدة. إذن ترون في هذا الهدف الأول فيه علم نفس مبادئ سلوك، فيه اجتماع سنن الاجتماع، فيه قواعد عمران جغرافية، فيه منهج تربية أسس العلاقات الاجتماعية إدارة وهكذا. الهدف الثاني إحياء تراث المفكرين الاجتماعيين المسلمين الرواد لبيان مدى أصالتهم العلمية نظريا ومنهجيا وميدانيا في مجال العلوم الاجتماعية ليكون للتأصيل خلفيته الواضحة ولتتأكد الرؤية الواضحة للإسلام الذي هو دين العلم والعمل والعقيدة والعبادة النظر والتطبيق. الثالث الإفادة في عملية التأصيل من مناهج المفكرين المحدثين والمعاصرين في علم النفس، في علم الاجتماع، في علم الغربيين في دراسة واقع الإنسان على ألا يكون المنهج مبنياً على فكرة إلحادية أو نظرية مهينة لكرامة الإنسان مسقطة لقدره كنظرية التطور وأصل الأنواع التي تعود بالإنسان إلى الحيوان، على أن تقوم دراسة النظم والأنساق الاجتماعية في المجتمع الإسلامي من خلال منهجه الإسلامي. فكم من أخطاء جسيمة في دراسات إنسانية عديدة كان سببها انحرافها الانطلاق من نظريات غربية أو شرقية متحيزة لتلك المجتمعات أو لنظريات في تلك المجتمعات. الرابع تأسيس المدرسة الإسلامية في العلوم الاجتماعية، وهذا هدف إلى الآن لم نصل إليه ونتمنى أن نصل إليه في القريب العاجل. هي مدرسة في مجال العلوم الاجتماعية تقدم للعالم كله، تستند في أهدافها ومناهجها وأساليبها النظرية والتطبيقية على مبادئ الإسلام وأحكامه. تنقية العلوم الاجتماعية مشابه من تصورات ومفاهيم واتجاهات منحرفة تنبثق من أصول وثنية أو يهودية أو نصرانية أو مذاهب هدامة الشيوعية والوجودية والإباحية أو غيرها. أنتم تعرفون الآن قضايا الإباحية وقضية المثلية كيف أصبحت مسلم بها وتتبنى، فهنا واجبنا أن نبين مثل هذه الأخطاء ونبين انحرافها عن الفطرة الإنسانية ككل التي الإسلام دعا إلى الفطرة. سادساً تقديم الفكر الإسلامي النقي في مجالات العلوم الاجتماعية للعالم أجمع بالأسلوب المناسب حتى يعرف أصحاب المذاهب الاجتماعية والنفسية والتربوية الأخرى ما تتميز به المدرسة الإسلامية من سمات وخصائص عظيمة منبثقة من عظمة الدين الإسلامي وسموه وقدرته على إيجاد الحلول لكل المشكلات التي تواجه الإنسان في كل عصر ومصر. سابعاً إعداد المعلم والباحث والمفكر المسلم وبناء شخصيته، كل منهم تكون تكوين فكره وفق التصور الإسلامي للكون والإنسان والحياة بحيث تتحقق قدرتهم على تربية النشأ تربية صالحة وتوجيه المجتمع توجيهاً سليماً ينسجم مع مبادئ الإسلام. وهذا من أهداف هذه المجموعة، مجموعة طلبة التأصيل، أنه نصل لمثل هذا ونبني ونوجد هؤلاء النشأ وهؤلاء الباحثين ونصل إلى تحقيق الهدف. طيب، إذن نختم بمنهج التأصيل. اللجنة الدائمة للتأصيل الإسلامي للعلوم الاجتماعية قدمت تعريف لمنهج التأصيل، قالت أن التأصيل الإسلامي للعلوم الاجتماعية هو القواعد والطرق التي تطبق في دراسة القضايا النظرية والميدانية في مجال العلوم الاجتماعية استناداً إلى المصادر الشرعية
ورجوعاً إلى مصادر العلوم الاجتماعية وغيرها. لاحظوا مصادر العلوم الاجتماعية يعني حقت المجتمعات الغربية وغيرها مما لا يتعارض مع الإسلام والشريعة. فإذا تأصيل الإسلامي للعلوم الاجتماعية هو إبراز الأسس الإسلامية التي تقوم عليها هذه العلوم من خلال جمعها واستنباطها من مصادر الشريعة وقواعدها الكلية وضوابطها العامة، ودراسة هذه العلوم من حيث موضوعاتها ومناهجها دراسة تقوم على هذه الأسس وتستفيد مما توصل إليه علماء المسلمون وغيرهم مما لا يتعارض مع تلك الأسس. من وجهة نظر كباحث أرى أن مصطلح التأصيل هو أنسب المصطلحات لتحقيق الهدف. الهدف هو تبني التصورات الإسلامية في الموضوعات النفسية، وهو الآن الأكثر انتشاراً واستخداماً بين الباحثين في هذا المجال. هذا ما تيسر عرضه، واللي يبغى مزيد من التفاصيل يلجأ يجده في كتاب المدخل إلى التأصيل الإسلامي لعلم النفس، طبعاً ناشرته مكتبة الرشد في السعودية ولها موقع على الإنترنت ممكن الحصول عليه. أشكر للجميع كريم استماعهم وجزاكم الله خيرا، وأرجو أن أكون قدمت ما هو مفيد ويعني جاهز لأي تساؤلات يطرحها الإخوة والأخوات. شكرا جزيلا لكم دكتور على هذه المحاضرة القيمة والثرية بالمعلومات، والذي غاص بنا في تاريخ وتطور حركة أسلمة علم النفس وعلم النفس الإسلامي. نفتح الآن المجال للأسئلة لمن لديه سؤال أو استفسار أو ملاحظة. دكتور، عندي سؤال حول الذين تبنوا مصطلح علم النفس الإسلامي، الفريق الثاني، ما هي المآخذ التي لوحس على الفريق الثاني بما أنه طرح الكتاب والسنة؟ نعم، هو الفريق الثالث تجنب النقص الموجود عند الفريق الأول والثاني، ولذلك وجد قبولاً وانتشاراً. ما هي النقائص في الفريق الثاني؟ ثاني، نعم، ما أخذ في الفريق الثاني؟ ثالث ولا ثاني يا دكتور؟ ثاني هو ميزته أنه يعني ركز على القرآن والسنة وما كتبه علماء المسلمين. المأخذ عليه أنه يعني ترك ما لدى الغربيين، والغربيين عندهم أشياء مفيدة، فهذا هو المأخذ عليه، يعني أنهم ركزوا على ما في الكتاب والسنة وما كتبه علماء المسلمين واستغنوا عن ما لدى الغربيين، وهذا هو النقص أو المأخذ لديه عليه. نعم، فهمت الآن. دكتور، كيف تكون تقويم، هل يمكن تفصيل أيضا تقويم شهادات علماء النفس تقولون مسؤولية المتخصصين في العلوم الشرعية؟ يعني هل إذا كان عالم النفس لديه يعني تكوين شرعي جيد، إنه يستطيع أن يستغني عن علماء الشريعة، أم في كل حالة يجب أن يعود إليهم والله حسب اختصاصه في العلوم الشرعية؟ يعني هو بعض الأخوة قد يجد صعوبة في يعني في بناء الجانب الشرعي عنده، لأنه إما أصبح دكتورا أو كذا، فقد لا يجد الفرصة. يعني هي المفروض أن تكون من التكوين، يعني من البداية هناك المام بهذه الجوانب ودراستها، لكن لأنه كثير منهم يعني ما حصل له هذه الفرصة في الجانب التأسيس، فلذلك هو قد يعني يقرأ وقد يطلع وقد يعني يكون نفسه في هذا الجانب، لكن يظل لما يقدم اجتهاد معين خصوصا فيما يتعلق بتفسير آية أو دلالة حديث معين، قد يكون اجتهاده هذا يعني صحيح وقد يكون فيه خطأ أو يحتاج إلى تقويم. ولذلك لما يأخذ دلالة آية معينة ويعرضها على متخصص في التفسير، قد يقول له هذا صحيح مناسب خلاص، فهذا خلاص ما يكون عنده إشكالية. لكن لو قال له هنا دلالتك هذه غير صحيحة،
فهنا يعني قبل ما ينشر البحث أو يقدمه يعرف أنه هذا اللي كتبه غير صحيح. أنا أذكر على سبيل المثال الدكتور أحد عدنان الشريف عنده كتاب مطبوع اسمه علم النفس، من علم النفس للقرآن، وفي هذا الكتاب أخذ آيات قرآنية وبدأ يعني يشرحها من عنده. يعني قال مثلا في تفسير الآية الكريمة اللي في قوله تعالى الجوار الكنس، تفسير الآية الجوار الكنس اللي وردت في القرآن، فقال الجوار الكنس هي كريات الدم البيضاء التي تجري في الجسم وتكنس ما يحدث من عملية الأيض وغيره. سبحان الله، يعني لو فتح كتاب تفسير، أي كتاب تفسير، سيجد أن هذا يتحدث عن الكواكب ولا يتحدث عن جسم الإنسان ولا له علاقة بجسم الإنسان، فتجد هذا خطر كبير جدا. لماذا؟ لأنه لم يعطي نفسه فرصة أن يرجع لكتاب تفسير أو يشوف هل. فهنا فسرها بدلالة بعيدة جدا ليس لها علاقة بالآية، هذه الإشكالية. هذا مثال فقط على يعني الواحد لما يجيب معنى أو دلالة يمكن لو يرجع، لو رجع المتخصص هو في لبنان، رجع لأي واحد في لبنان من علماء الموجودين في هناك وسألوا لا بيّن له الخطأ وبيّن له أنه ولا ما كان كتب هذا ونشره في كتاب. دكتور، يمكن شرح لنا ماذا يقصد لماذا استبعد مصطلح علم النفس، علم النفس الديني كما يقال علم النفس البوذي، علم النفس المسيحي؟ هذا سؤال أول. والسؤال الثاني، هل علم النفس الديني الذي ينتشر الآن في أمريكا وفي الغرب ينطبق عليه هذا المصطلح لعلم النفس المسيحي؟ نعم، العلم في ذلك الوقت عندما قدمه الدكتور أحمد فؤاد الأهواني في السبعينات، وهو كان في الستينات 62، فكان في ذلك الوقت ما في اعتراف بالدين في علم النفس. يعني الجمعية الأمريكية لعلم النفس كما قلت وربما كنا تحت الهواء قبل أن نخرج للزملاء، إنه الجمعية الأمريكية لعلم النفس كانت يعني تضع جانب يعني اهتمام في الكنيسة وفي رجال الدين وكذا، وما كان يدخل ضمن اهتمامات الجمعية الأمريكية لعلم النفس، ما كانت تهتم بهذا الموضوع. فلذلك كان مفهوم علم النفس الديني أنه يدرس الجانب الديني عند كل أهل ديانة. فالنصارى يدرسون نشاط الكنيسة وكيف أنه كذا وكذا، ما له علاقة في ما مثلاً ما يجي مختبرات علم النفس ولا تجرى في دراسات نفسية ولا على الطلاب، ما لها علاقة، منفصل، يدرس الجانب الديني لأهل تلك الديانة. وهكذا في البوذية يدرس البوذيين وكيف كذا. فالدكتور الأهواني قال يكون عندنا علم نفس ديني يهتم بالجانب الدين الإسلامي عند المسلمين كجزئية لا تتعلق بالجوانب الأخرى، يعني منفصل عن النفس الاجتماعي وعلم النفس العلاج وعلم كل الفروع الأخرى. نعم، النقطة الثانية اللي أنا نسيت، أنا نسيت، أنا سألتك على علم النفس. إيه هو علم النفس، هو تعريف علم النفس الديني هكذا. والآن هل لا يزال علم النفس الديني الغربي الآن المسيحي مثلا جزئيا كما كان، أم تطور من ناحية المنهجية بحيث يمكن الاستفادة منه؟ لا، تطور بشكل كبير جدا. ولذلك يعني هذا الكتاب اللي هو لعله اسمه ظهر على الشاشة، هذا الكتاب ظهر عام 96، وكان فيه تطبيقات لمجموعة من الديانات، الإسلام والنصرانية وكذا. فبالفعل صار له انتشار وطبع تقريبا 3 طبعات بعد هذه الطبعة 96 و97 و2003، فيعني تغيرت النظرة.
وهذا بالمناسبة لطابعته الجمعية الأمريكية لعلم النفس، أول مرة في تاريخها تطبع شيء يتعلق بالدين. أول كان عندهم مفهوم الدين شيء آخر ما له دخل في علم النفس، لا، من 96 تغير. وحتى في عام 2000 عندما أصدروا النسخة الأولى لموسوعة علم النفس، يعني ظهر فيها قضية الأديان، الديانة النصرانية والديانة وتطبيقاتها في حتى علم النفس الإسلامي، تحدثوا في جزء عن علم النفس الإسلامي ودوره، وكتب حتى الباحث المسلمين هذا المقالة التي نشرت في الموسوعة. فوضع تغير بشكل كبير جدا عما كان موجود سابقا. الآن دكتور ترون أنا كل ما تخلق مثلا تطبيقات علاجية جديدة يتم محاولة إسلامتها. مؤخرا نجد مثلا علاجات القبول والالتزام أو علاجات اليقظة الذهنية. هل ترون هذا منهجيا يعني صالح حسب رؤيتكم لعمل التأصيل؟ هو يعتمد على المنهجية، أهم شيء قضية المنهجية اللي يبنى عليها أي وسيلة. يعني أظنكم تذكرون الدكتور خالد الجابر الله يعطيه العافية، وطبعا في العلاج النفسي، ويعني طبق بعض الأساليب المأخوذة من التصور الإسلامي في علاج حالات عنده في العيادة، وكتب عنها، وربما يكون هناك فرصة إن شاء الله أنه يستضاف يقدم شيء من هذه الأشياء. فهو يعتمد على تصور الشخص والمنهجية التي استخدمها في تطبيق هذه الجوانب. طبعا هناك رسائل ماجستير ودكتوراه استخدمت أساليب إسلامية في علاج بعض الحالات، القلق مثلا. عندنا دكتور طبق علاج القلق على طلاب وطالبات في برنامج مبني على التصور الإسلامي، وأشرف عليه الدكتور عبد العزيز النغيمشي. يعني هناك مجموعة من البرامج، المهم أنه نطلع على المنهجية هل هي مناسبة أو لا، ثم بعد ذلك نشوف نتائجها في الواقع. مع أن يؤكد على نقطة معينة، أنه يعني ما نقدمه من مناهج أو طرق علاجية إسلامية لا يعني أنها تنجح 100%، هي اجتهاد بشري من خلال من استخدمها، فقد تنجح، لكن الدراسات تدل على أن مستويات نجاحها أعلى من مستويات المناهج الأخرى. مثلا رسالة الدكتوراه للدكتور سعيد وحاس، أخذها من بريطانيا في جامعة في بريطانيا، كانت تتحدث عن الهلاوس السمعية، وتعرفون الهلاوس السمعية أحد الأمراض النفسية. فكان المنهج المطبق كما تعرفون وأنتم أهل الاختصاص أنه معظم الموسيقى الهادئة وهذه الأشياء. الدكتور سعيد طرح على المشرف في رسالة الدكتوراه أنه يستخدم أسلوب آخر، العينة ستكون من مرضى في المستشفى الجامعي في الشرقية في الجامعة وهم مسلمين، فقال أبغى أطبق عليهم سماع آيات القرآن الكريم، وأبشوف التحسن الذي يحدث لهذه الحالات. وبالفعل طبق، سمعهم آيات قرآنية في فترات معينة. طبعا كما تعرفون القياس القبلي هو قاس مستوى الهلاوس عندهم قبل، ثم طبق البرنامج لفترة معينة، أظن ما يذكرني الآن 3 شهور أو كذا، ثم القياس البعدي لنشوف الأثر، هل هالبرنامج اللي طبقه كيف كان أثره. فكانت النتائج باهرة حقيقة، والتحسن كبير جدا. حتى الأستاذ مشرف هو غير مسلم طبعا، يعني امتدح هذه الطريقة. من الأشياء الذي ذكرها الدكتور سعيد وحاس أنه المشرف هذا البريطاني قال خلنا نطبق هالطريقة لآيات قرآنية على عينة عندنا في المستشفى الجامعي في بريطانيا. لاحظوا راح هم طبعا حيسمعونهم آيات قرآنية، هم ليسوا مسلمين ولا يعرفون اللغة العربية، فطبقوا عليهم سماع الآيات لعدد من الجلسات، فوجدوا عندهم حالة يعني أفضل
قليلا من سماع الموسيقى، وهم ليسوا مسلمين ولا يعرفون الأوراق. المشرف سأل الدكتور سعيد وش السبب في رأيك أو التعليم، قال هذا القرآن كلام الله وهذه نفس بشرية، فأتوقع أنه أثر فيها من هذا الجانب. شكرا. أنا آخر سؤال لي هو حل كلمة التأصيل. كلمة التأصيل الآن علم النفس الإسلامي ينتشر في كل العالم، والكثير من البلدان لا يتكلمون العربية، يستعملون أغلبهم اللغة الإنجليزية كلغة عالمية، ولكن هناك إشكال في كلمة التأصيل. هل ترون أن من الأفضل العودة إلى كلمة علم النفس الإسلامي فهي أعم ومقبولة عالميا؟ والله ما في إشكالية هي في المصطلح، لكن الدلالة والاستخدام، يعني إذا أردنا أن نستخدم علم النفس الإسلامي بهذا المصطلح فعلينا تبني رأي الفريق الثاني، يعني نتجنب الفريق الأول والفريق الثاني، لأنه هناك إشكالية. يعني أحيانا بعض الناس يطرح علم النفس بطريقة حقيقة لا تتوافق مع المناهجية التي يعني ينبغي أن تكون هي المتبنات، فهذه يعني ما في إشكالية. كل المصطلحات الخمسة هدفها واحد، أن تقدم التصور الإسلامي في مجال علم النفس نظريا وتطبيقيا، فما في إشكالية. لكن مصطلح التأصيل على أنه العودة للأصول، لأن احنا مشكلة انحرفنا عن الأصول، كان هذا اللي جعلوا له قبول، انه ان نعود للاصول لنبني عليها ثم نستفيد من كل ما هو. نحن في الجمعيه عندما يكون كلمه تصعيد يجي صعوبه في ترجمتها وصعوبه في فهمها، يعني لا يفهمون الكلمه مثل هو باللغه العربيه اصيل ومعروف يعني سهل، ولكن اذا ترجم الى لغه اجنبيه فهو يصعب تصوره. هذه ميزه يا دكتور، لانه يجعلك تسال، واللي يجعلك تسأل فرصة أنك تقدم له الدلالات، تقدم له هذه الأشياء، وهذه فرصة. شكرا لكم دكتور على هذه المعلومات القيمة وعلى هذا تبادل الآراء والأفكار حول هذا الموضوع المهم حول المصطلحات، وهذه السلسلة سنكملها بمحاضرات أخرى إن شاء الله في المستقبل القريب. نشكر جميع الذين حضروا وشاركونا بلقائهم. منهم أي تساؤل أو تعليق؟ نعم طلبنا فيهم، ولكن أظن إذا كان من لديه تعليق أو سؤال فليتفضل مشكورا. هي في محاضرة التأصيل دائما تجد صعوبة لأنها مجردة ونظرية على أهميتها، يعني وهو يعني كل إنسان يبدأ في علم النفس الإسلامي يجب عليه أن يبدأ بهذه الأصول، يعني لا مفر منها، ولكن الناس يعني يجدون صعوبة في تجردها وفي أسها النظرية. الله يوفق الجميع ويسر لهم إن شاء الله كل خير، وهذا طريق يحتاج صبر، يحتاج للإنسان يعني الجانب العلمي يبغى صبر، لا بد الإنسان يصبر ويعني يستفيد من كل الجوانب المفتوحة حتى ينمو ويقدم شيء يكون مفيد للآخرين إن شاء الله. شكرا لكم جميعا، وشكرا للدكتور صالح على هذه المحاضرة، ونلتقي إن شاء الله في لقاء آخر بحول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.